محمد عبد الوهاب رفيقي، مفكر وباحث في الشؤون الإسلامية. الموسيقى والغناء، أنا أستغرب أننا باقين في القرن 21 وفي 2022 وباقين تنتكلموا على حكم الموسيقى والغناء، باقين تنتكلموا على الحكم ديال واحد من أعظم الإبداعات الفنية اللي اخترعها البشر واللي أنتجها البشر ولجميع الأمم والحضارات تتباهى بها وتتنافس فيها. شنو هي الموسيقى وشنو هي الغناء؟ الصوت الجميل، الطرب، الإمتاع، المعاني الروحية اللي تتحملها بعض الأغاني، علاش غادي تكون حرام؟ واش الحرام تيكون غير هكاك بدون سبب؟ الحرام تيكون حرام لوجود عدد من الأضرار والمفاسد المتعلقة به. تقدر تقول لي شنو هذا الحرام وشنو هذا الضرر وشنو هذا المفسدة اللي كاينة في سماع الصوت الجميل؟ أنا تنظن أن الله تعالى خلق جميل ويحب الجمال وخلق الجمال باش نستمتعوا به، ماشي باش نحرموه. فضلا على أنه حتى إلى جيت نناقشك من ناحية دينية محضة، غلق أن أغلب الأدلة اللي تتستدل بها، ماشي أغلب، كل، يا الله كاع، كل الأدلة اللي تتستدل بها على تحريم الغناء والموسيقى أدلة غير صحيحة وأدلة غير، ونقدر نجيب لك أنا عشرات الأدلة اللي تدل على أن الناس لا في عهد النبي ولا في عهد الصحابة بشكل طبيعي بشكل إنساني كانوا يستمعون إلى الأنغام الجميلة وإلى الأصوات الجميلة. ما تبقاش غير تحرم تحرم، راك إلا حرمتي الموسيقى والغناء حتى داك الصنيط ديال التليفون شوف باش تبدلو بشي حاجة أخرى.